أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص. في هذه الحلقة نستضيف معالي وزير الدولة لشؤون اللاجئين الأستاذ معين المرعبي. أهلا وسهلا فيك معالي الوزير. أهلا بكم. معالي الوزير، يعني هالوزارة اللي استلمتوها هي وزارة استحدثت بالحكومة ولم تكن موجودة مسبقا، يعني استلمتم إذا صح التعبير وزارة فارغة، ما كانش فيها أي مؤسسات، أي هيكلية إدارية أو أي شيء، وبدأتم الطريق يعني بهذا المسار لو وصلتوا لخطة معينة بموضوع النازحين. فيا ريت هيك اولا تخبرنا عن هالوزاره، شو دورها وكيف راح يكون تنسيقها مع باقي الوزارات. فعلا الوزارة استحدثت بناء للحاجة لها، والوضع اللي نحن موجودين فيه بوجود ما يقارب مليونين نازح سوري وفلسطيني وعراقي في البلد، فبالتالي ما يشكل تقريبا نصف عدد سكان لبنان. والأمور الخاصة فيهم والتنسيق بين الوزارات يتطلب يعني وجود أرضية معينة، يجب أن تنسق هذا العمل الجهود التي تقوم فيها الوزارات المعنية بشؤونهم يعني. وبالتالي لهالسبب هذا تم إنشاء هالوزارة هذه. طبعا نحن بلشنا فعلا مثل ما تفضلت وقلت من الصفر، ونحن الآن نبني بإذن الله يعني الكادر الإداري تبع الوزارة، ونقوم يعني بتجميع الملفات ويعني التنسيق مع الوزارات المختصة مثل التربية، مثل الصحة، مثل الشؤون، مثل العمل، مثل المالية إلى آخره، من أجل الوصول إلى خطة سميناها نحن بوليسي بيبر، اللي هي تابعة اللي بدها تستخدمها الدولة اللبنانية واللي بدها تمشي فيها الدولة اللبنانية. فإذا دورنا نحن حيكون هو التنسيق إذا بدك بين الوزارات، و الوزارة هون رح تطلع بعد ما ناخد هالخلاصات هذه كلها سوا إلى شيء هو عبارة عن لجنة وزارية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، من أجل إقرار هالورقة أو الخطط التنفيذية إلى آخر العملانية الخاصة بالإخوان النازحين، اللي من أجل يعني الاتفاق عليها ضمن اللجنة الوزارية ورفعها إلى مجلس الوزراء ليتم إقرارها بشكل نهائي. فهي آلية العمل تبعيتنا وضمن الإمكانيات اللي متاحة لنا بالنسبة للموضوع. يعني هي حتكون وزارة تقريبا دورة معنوي وإرشادي أكثر ما هو التنفيذي على الأرض؟ لا، هو دورة إذا بدك هي عبارة عن سكرتاريا لمجلس وزراء. الوزارات حيكونوا سكرتاريا لها الوزارة، الوزارات المعنية حيكونوا سكرتاريا لها الوزارة هيدي، هالوزارة حتكون سكرتاريا ل اللجنة الوزارية الخاصة بهذا الموضوع، واللجنة الوزارية حتكون سكرتيريا كمان لمجلس الوزراء. هي الـ يعني الأورجانيجرام إذا بدك تبع كيف عم نحكي نحن تنظيميا بهذا الموضوع. يعني آلية الربط، يعني مثلا في برامج تمويلية كثيرة شفناها اجت من الخارج لوزارة التربية، لوزارة الصحة، لغيرها، لا تتوجه إلى اللاجئين السوريين في لبنان. يعني آلية الصرف ومن يجب أن تطاله، لأنه كان في بالماضي كثير ملاحظات عن إذا فعلا هالمنح عم توصل للاجئين أو لا، عم بتروح بشكل بغير مكانه، سواء هدرا أو إنه بمكان غير صحيح. أنتم رح يكون لكم دور بمراقبة هالأمور؟ كل وزارة معنية بشؤونها هي بتراقب حالها بحالها. يعني أنا ما براقب وزارة أبدا ولا بأي شكل من الأشكال، نحن بالعكس نحن نقوم بالمساعدة بالنسبة لهالوزارات هيدولي. بالنسبة للبرامج اللي عم تتفضل بتقول عنهم إذا كان في هدر ولا ما في هدر، الجهات المانحة هي عم تراقب. الجهة المانحة اللي هي ساعدت بهالبرامج هيدي مفروض إنه هي تكون عم يعني تراقب تشوف إذا كان عطوا نتيجة، في هدر ما في هدر إلى آخره. هي هالبرامج هذه المانحين هني معنيين بالمراقبة. نحن منا سلطة فوق الوزارات المعنية، نحن عم أقول لك دورنا تنسيقي، ما بدنا نخلط بين التنسيق ولكن توجيهي أيضا. قلنا تنسيقي، في فرق بين التوجيهي وبين التنسيقي. نحن دورنا تنسيقي بصفي توجيهي من قبل مجلس الوزراء وقت تقرر الورقة، ورقة خطة الحكومة اللبنانية بهذا الموضوع. وأمس يعني من حوالي أسبوع أطلق الرئيس الحريري خطة لبنان للتصدي لأزمة النازحين في لبنان الـ LCRP. ف يعني موضوع اللي عم تتفضل أنت حضرتك عليه هو تفصيلي، هو تفصيلي بأمور يعني معينة
نحن دورنا لا خلينا نقول بفوت باستراتيجية أكثر إذا بدنا. يعني هلا بلشتوا وضعتوا استراتيجية معينة ل عم نوضع تقريبا على شو أسسها هالاستراتيجية رح تكون؟ الأسس تبعيتها هي حاجات الإخوان النازحين وتأمين أفضل ما يمكن تأمينه لألو، إضافة للمجتمع المضيف. لا ننسى نحن أنه اليوم الإخوان النازحين موجودين وين؟ بالمناطق القصوى البعيدة، حدودية تقريبا، الحدودية. فهيدي المناطق هي بحد ذاتها غير منمات، يعني ما فيها مثل ما بيقولوا تنمية بنا تحتية نهائيا. يعني مثلا إذا حكيتك عن منطقتي عكاظ، نحن أول ما نستقبل الإخوان اللاجئين، وكان لي شرف شخصيا مع إخواني بوادي خالد أنه نستقبلهم لإخواننا وأهلنا يعني السوريين. وعم نرد نحن جميل قلن علينا فيه من 75 ليوم اللي صارت الأزمة عندهم بال 2011. ف يعني بهذا الموضوع يعني بتطلع أنت بتلاقي أنه نحن ما عنا صرف صحي بعكار، ما عنا شبكات مياه، ما عنا مصادر مياه نظيفة لللبناني. يعني قبل ما يجي منطقة عكار طوال الحرمان موجود، ما عنا مدارس وصفوف كافية لتستقبل الطلاب اللبنانيين. بدنا نحكي ما عنا جامعة لبنانية. الكهرباء كمان يعني حاجتنا يعني تقريبا نحن غير يعني ملبات إلا بحدود 60%، كانت 50-60%، ناقصنا أصلا كمان 40-50%. فهذا قبل ما يجي إخواننا السوريين. بعد ما إجوا عم تتخيل يعني شو الحجم التفاقم، يعني قدر تفاقم الحجم يعني بالنسبة لأمور هيدي البنى التحتية وغيرها. فهيدي كلها سوا بتشكل حقيقة ضغوط على وحاجات للمجتمع المضيف، إضافة للإخوان النازحين. طبعا بتفوت أمور عديدة من ضمنها، يعني مثل ما حكيتك أنا بكل القطاعات قطاعيا يعني تتفاوت الحاجات، بس ولكن خليني أقول لك أنا أنه كل القطاعات بهالمناطق هذه مطرح ما موجودين الإخوان هي حقيقة بدها عمل وبدها شغل. فمن هون نحن بتجي بقى خطة الاستجابة للأزمة السورية اللي أطلقناها من حوالي أسبوع، واللي أنا من يومين يعني جيت من هلسنكي حيث أطلقت خطة عالمية يعني من قبل هيئة الأمم المتحدة والمنظمات بتشتغل تحت منها وبوجود المانحين والداعمين من كافة الدول. يعني صحيح اللي عم تحكي انه البنية التحتية اصلا بعكار منطقة محرومة، وحتى كذلك مش بس بعكار، مناطق البقاعية بعكار وكل المناطق الحدودية اللي موجود فيها اعداد هائلة من اخواننا السوريين. صحيح هذا الشيء، ولكن كمان في عنا الموضوع الامني، سواء بعكار سواء بمنطقة البقاع وتحديدا بعرسال، يعني المخيمات الموجودة بعرسال، إضافة لبعض الإشكالات بوصول هيئات الإغاثة وإيصال المواد الأولية الأساسية للمخيمات اللي كتير عم تعاني، وخاصة بفصل الثلوج في عندنا الوضع الأمني. يعني الجيش يمكن في عنده خطة أمنية معينة أو عنده ما يسمى الحرب الاستباقية، ولكن في بعض الدخول الغير مبرر للمخيمات بشكل اقتحام واقتياد يعني المئات من اللاجئين ومصادرة آليات وغيرها. اللاجئ طبعا يعني بمكان ما لا يملك أوراق سبوكيتي، هرب بوضع حرب إلى آخره. طيب أنا خليني أقول لك شغلي بالنسبة لهذا الموضوع. أنا ما بدي برر هذا الموضوع، بس أنا من حقي كمان خاف، أنا من حقي كمان أتأكد أنه ما في حدا يعني مثل بيقولوا عم يعمل أي شيء يعني أمني أو ما شابه يعني ويكون يؤدي إلى خلل بالأمن في البلد. فلا تنسى أنه نحن ما لنا مخيمات منظمة، هي المخيمات منظمة، وما نفتكر أنه كل الموجودين هن مسجلين معروفين منني إلى آخره، حتى مجهولين بالنسبة لنا نحن كدولة لبنانية، مجهولين بالنسبة لنا. أنا بقول لك في ممارسات سيئة جدا 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 ولا تليق بحقوق الإنسان بأي شكل من المعيب ارتكابها. أنت بدك تاخذ كم شخص، 10 أشخاص، أوكي خذهم، بس ولكن بأسلوب إنساني وحضاري، خذوا حقق معه كمان بأسلوب حضاري، خذ المعلومات اللي بدك إياه منه، راقبه بالطريقة اللي بدك إياه، ما في مشكلة، بس ولكن يجب التعاطي بإنسانية. أما تقول لي ليش عم يعملوا هيك، عم يقتدون، أي من حقنا نقتدوا،
بعدين يعني نحن عم نعالج مش 15 شخص، نحن السوريين الموجودين في لبنان هن 1.5 مليون. مليون ونص، عم تخيل انت بتقدر رقم يعني كبير. عم تخيل يعني انا عندي امتى نقول يعني انا عندي امكانياتي اللبنانيه للبناني للاربع مليون لبناني الموجودين، فجاه اجى اكثر من 37% من هدول اجوا على البلد، بدهم درك اكثر، بدهم امن عام اكثر، بدهم جيش اكثر، بدهم مستشفيات مثل ما حكينا، بدهم كل اللي حكينا عنه بالسابق بهذا الموضوع. لحتى نعمل اللي انا عم اقول عنه بطريقه حضاريه وبطريقه يعني انسانيه، بدك اعداد اكثر وبدك امكانيات اكثر وبدك اموال اكثر، لانه هدول الناس بدك تجيبهم تزيد اعدادهم، بدك تدفع لهم معاشاتهم، في ميزانيه بدها. طيب ما الدوله اللبنانيه مش عم تقدر تدفع يا دوب معاشات يعني مثل ما بيقولوا الموظفين الموجودين عندها، يا دوب مكفيه حالها. الدوله اللبنانيه عاجزه بما يزيد عن 75 مليار دولار بهذا الموضوع، عجز عن تأمين المي، وحكينا البنى التحتية إلى آخره بالمناطق اللي هلأ هني قاعدين فيها. فبدنا شوي صغيرة كمان نقول أنه يعني بدنا نتحمل شوي، في تجاوزات ما في شك لا غير مقبولة، ويعني يعني نعتذر إذا بدك عنا، بس ولكن بدنا نتحملها شوي لأنه بدنا نحافظ على الأمن، أمن السوري بقلب المخيم والأمن اللبناني خارج المخيم حتى، يعني هذا لمصلحة الطرفين. يعني بس المفارقة انه المخيمات واللاجئين السوريين ما عندهم مشكلة مع الدولة، بالعكس يعني هن عم بيطالبوا الدولة تكون موجودة بيناتهم وغيرها، هي الطريقة احيانا وكثافتها يعني والنظرة صحيح. الخارجية. يعني اليوم ما بدناش ننسى في عنا ميليشيا حزب الله، كمان هالميليشيا انه بمكان ما تحاول استغلال الاوضاع الماليه والاوضاع الامنيه لا مقاربها الشخصيه لمطارده المعارضه في الداخل. شفنا اعتقالات لكثير من المعارضين وحتى تسليمهم للنظام السوري يعني بمخالفه لكافه الاعراف نحن الدوليه. يعني بالنسبه لهذا الموضوع انا شخصيا عندي مطولات بهذا الموضوع، عندي تاريخ من النضال بهذا الموضوع، يعني بالنسبه لحزب الله الى اخره. بس بدك تقول لي يعني هلا انت اذا انا مش يعني ماني قادر اضبط حزب الله ما بضبط المخيم؟ يعني انت مثلا بتقبل انه مثلا داعش تفوت على مخيم وتجي انه تغير ببعض العقول الضعيفه وتعمل مثل بيقولوا اي ارتكابات هون، وبالتالي نحن ننسب امور للاخوان السوريين تتعلق بتنظيمات ارهابيه لا سمح الله؟ اكيد اكيد ما حدا لا، بيقبله، حتى اكيد اللاجئين اكيد وكل لا. اللبنانيين ما حدا بيقبل بنفس الموضوع. الوقت بنفس الوقت انا معروف انه نحن بنطالب وندين، ما بس بنطالب وندين كل التصرفات والمجازر والاحتلالات والارتكابات وكل ما لا يتخيل عقل يكون فيه حزب الله في سوريا أو في أي مكان آخر، في اليمن أو في البحرين أو في أي مكان آخر. هو حزب لبناني مفروض أن يلتزم بوجوده في لبنان، وليس من المسموح أن يتدخل بشؤون غيره في خارج الأراضي اللبنانية. وصلت الامور مع حزب الله انه محتل اراضي، محتل كره، محتل يعني جيش كامل موجود بسوريا، ولكن هذا لا استطيع ان اقارنه بمحاوله ضبط الامن في لبنان. خليني اقول لك اكثر من اللي حضرتك عم تقول على الاقتياد، هل اللبناني يقتاد كما السوري ولا لا؟ طبعا يعني في طرابلس يقتاد، في طرابلس يقتاد او لا يقتاد، في عكار يقتاد او لا يقتاد، يقتاد صح. ما هيك في المناطق السنية خلينا نقول يقتاد بهذا الموضوع، ما هيك كله تحت شعار الحفاظ على الأمن. الأمن فنحن بمكان ما عنا شوية طولة بال بهذا الموضوع حتى لا سمح الله ما ندفع ثمن غالي بالنسبة لهذا الموضوع. ونحن بتعرف عم نعمل ضغوط كتير كبيرة وهائلة بهذا الموضوع لضبط الأمور إلى حد ما، وإن حدثت من تجاوزات نرجع أنه نوقفها ونصوبها بهذا الموضوع. وأنا ما عندي شك بأنه كقيادة عليا أمنية أو عسكرية عندهم هالتوجه هذا، بس ولكن أوقات يتم الارتكاب بعض الارتكابات من بعض الأشخاص أو العناصر اللي عندها مرض إذا بدك كمان بهذا الموضوع، ولا يمثلون لا رأينا ولا رأي الشعب اللبناني ككل ولا الدولة اللبنانية بشكل عام بهذا الموضوع. بدنا نعترف نحن بهذا الموضوع، ونحن منا يعني بسويسرا ولا نحن دول عالم ثالث،
نحن دولة عم نعاني، جدا من الفوضى، وعم نعاني جدا من كل الضغوط اللي حكينا عنها سبق وحكينا عنها، ومن الصعوبة بمكانك أنت تقدر تنظم كل هالأمور بطريقة سلسة وسهلة. طيب معالي الوزير، هون ليش ما يعني عم نحكينا عن المخيمات العشوائية اللي منتشرة بكل مناطق اللبنانية وبشكل غير منظم، طيب لما بنعمل آلية معينة لحصرة بأماكن محددة أو نكون في مخيمات مركزية صح. أنت أقله البنية التحتية صالحة، آلية الوضع الأمني بداخلها، كيف معطياتها تكون فعلا سليمة؟ يعني في تجربة بالأردن وفي تجربة ناجحة أيضا بتركيا، صحيح. ليش نحن بهالتجارب؟ كمان تعرف أنت بلبنان، بلبنان في تجاذبات، في عندك من حزب الله إلى الأقصى بمكان ما، وفي نحن إلى كمان الأقصى الآخر، ما هيك؟ أول ما شرفوا لعنا أخواننا السوريين حطيناهم ببيوتنا وما زالوا ببيوتنا، ولكن أمام اتساع وكبر العدد ما بقى اتساع يعني المنازل والبيوت، وطلبت أنا شخصيا بإنشاء يعني المخيمات، لكن في فريق من اللبنانية رفض إنشاؤه. فأنت بلبنان بتعرف يعني أنت اليوم نحن ابتكرنا الديمقراطية التوافقية، الديمقراطية التوافقية ما أنا ديمقراطية، أنا بعتبرها ما أنا ديمقراطية. فكمان بنفس الوقت نحن لحتى نعمل مخيم، والدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية تعمل مخيم بدها موافقة كل الأفرقاء الموجودين بالحكومة، وإلا ما بتاخد قرار بهذا الموضوع. بحكومة رئيس نجيب ميقاتي اللي نحن سميناها حكومة حزب الله، نحن ما كنا حتى موجودين بقلبها يعني بهذا الموضوع، وبالتالي يعني ما كان في مجال انه تشاركوا بالقرار غير هذا الموضوع. طبعا ما اخذوا قرار، رفضوا هذا الموضوع كليا انه يعملوا المخيمات. هون انا بنوه حقيقه بموقف يعني رحمه الله خادم الحرمين الشريفين اللي كان يعني عم يجهز ليبعث آلاف الوحدات السكنيه الجاهزه للاخوان السوريين، وتم ايقافهم وارسالهم الى دول اخرى كالاردن او تركيا. وهذا اللي وصلنا لهون بالتنسيق، يعني رغبتنا بالنسبه كفريق سياسي بهذا الموضوع كانت لحديتها هون يعني. يعني هودي اوقفوا بقرار لبنان؟ اوقفوا، ابلغني انا يعني مثل ما بيقولوا احضارهم الى لبنان، يعني الله يوجه له الخير السفير السعودي زميلنا وحبيبنا معالي السفير علي عواد العسيري بهذيك الوقت، ابلغني شخصيا هذا الامر يعني، واستبشرنا خير، ولكن تم ايقافه من قبل الافرقاء الاخرين. وبهذا الموضوع ما بتقدر تفوت الى داخل الحدود اللبنانيه بدون موافقه السلطات الحكوميه والجمركيه والامنيه بالنسبه لهذا الموضوع. فبهذا الموضوع انا بايد هالفكره هيدي كليا، وانا بايد حتى انشاء اليوم على الحدود حتى اذا بدك داخل الاراضي اللبنانيه او السوريه باي مكان من الاماكن. ولكن خليني اقول لك شغله، انه هذا الموضوع نحن مش لح نضغط لعمله، نحن مش قادرين نضغط لإنشائه. يعني هو كموضوع كاستراتيجية للاجئين ضمن الخطة اللي عم توضعوها ما بيسهل العمل أكثر وبيريح أكثر اللاجئين؟ أنت عندك التجربة الفلسطينية، أخواننا الفلسطينيين إجوا على لبنان من سنة 1948، أخواننا الفلسطينيين أغلبيتهم من السنة، وجودهم الدائم على في لبنان من سنة 48 حتى اليوم شكل هاجس لشركائنا في الوطن المسيحيين. بتتذكر أنت وصل الأمر في لبنان الحرب الأهلية اللبنانية بال 75 ومشاركة التنظيمات الفلسطينية بشكل أساسي بهذا الموضوع. فهذا الموضوع يعني شكل خطر كبير على البلد، وشكل يعني حقيقة ضغط هائل يعني على النسيج اللبناني إذا بدك بالنسبة لهذا الموضوع. ما فيك تقول له انت لشريكك بالبلد المسيحي تقول له انا بدي اجيب اليوم كمان مليون ونص، قل له انا بدي اعمل له مخيمات، بس تقول له مخيم دغري بتذكر مين؟ مخيمات الفلسطينيه. بس ظروف المرحله تغيرت حاليا يعني كنا بحرب اهليه بوقتها كيف؟ لا هو معلش، الفلسطينيين اخواننا الفلسطينيين اجوا قبل الحرب الاهليه، شاركوا بهذا الموضوع، يعني ما اجوا وعملوا الحرب الاهليه، قعدوا يعني فترة طويلة يعني مثل ما بيقولوا. فالأمور هي هذا التسلسل التاريخي تبعه يعني. يعني المسيحي كان عنده مشكلة معه وعمل حرب أهلية معه يعني بشكل أساسي إذا بدأ مع بعض الأفريقاء الآخرين بالبلد. فبالنسبة له يقول لك أنا يمكن بالمستقبل يصير معي نفس المشكلة، فأنا ما بقبل أنه لا يصير مخيمات ولا يعني أي شيء يعني من هذا القبيل. لا لك يعني شغلي أكثر من هيك،
انا ضليتني سنتين ونص عم ناضل اذا بدك من اجل حصول الاخوان السوريين على بطاقه تعريف من قبل الامم المتحده من قبل اليو ان اتش سي ار، ويعني الدوله اللبنانيه قبلت انه يعني يعطوهم هالبطاقات لتقريبا باواخر حكومه نجيب ميقاتي، يعني اواخر يعني اواخر 2013 اوائل 2014 عم نحكي. ف يعني بهذا الموضوع بدك تاخذ انت كمان هواجس هالمجتمع المضيف كله سوا. يعني جبران باسيل هو من اول من حكي على انه يكون في مخيمات باماكن محدده لتنظيمها، يعني كوضع بيضبط افضل من الوضع الحالي. اذا انت واثق من اللي عم تقوله نحن حاضرين، نحن ما عندنا مشكله. انا ديت عليه بال2011 هذا الامر. اذا انت هيك عم تقول نحن يعني كانت وجهه نظرهم وطرحوها باكثر من ما هو اللي رفض بال2011 هذا الامر، وحتى الان هذا الموضوع لا هن مش موافقين عليه. لا ربما هاجس التوطين هو الاكثر شيء عم بياخذ بعين الاعتبار وعم بفهم. طبيعي. لا حرجع لك بهالموضوع مش بعد الهاجس. الفاصل خليني لك شغله، مش الهاجس وحده ولا جبران بيصير، هذا هاجسنا كلنا سوا كلبنانيين. يعني التوطين، لبنان بلد صغير 10452 كيلومتر مربع، اكيد ما بيستوعب مليون ونص ولا مليونين شخص جديد يفوتوا عليه بهالطريقه هي ويغيروا من النسيج الاجتماعي بهذا الموضوع. يعني رح توقف مع فاصل اعلاني ونرجع نتابع الموضوع. مع الوزير رحنا قبل الفاصل كنا نحكي عن موضوع التوطين والهاجس من التوطين. يعني بان كي مون كان اجى بزياره على لبنان، حكي كلام عن التوطين في العالم، اخذ في لبنان وكانه بان كي مون يريد توطين السوريين في لبنان، واخذ ضجه بالانقسام السياسي اللبناني منهم لحتى الاستغلال السياسي لحتى يصب يعني باتجاه اللاذحين السوريين في لبنان لانه عنده موقف سياسي ربما من هذا الاطار. شو حقيقه هذا الطرح؟ يعني هذا الطرح بدك تسال صاحبه عنه حقيقه لتعرف شو حقيقته بهذا الموضوع، لكن انه هيدي هواجس موجوده نحن عنا، يعني وهذا حق مشروع انه يكون نحن هواجس، لكن يعني يجب ان تقف في الحواجز عند الحدود الانسانيه. يعني نحن اليوم وقت الاخواننا السوريين استقبلناهم، ليش استقبلناهم؟ يعني منطلق انساني، لانه عندنا بنى تحتيه قادرين عليها، لانه عندنا منازل فارغه، لانه عندنا مدارس فارغه، لانه عندنا طرقات بتحمل، لانه عندنا فرص عمل، لانه شو في عندنا؟ في كانوا معرضين للقتل. انا شاهدت بام العين على الحدود السوريه الشماليه كيف كانوا يعني عم يقتلوهم ويطلقوا النار عليهم مثل ارانب. شيء مشهد عم بستعيده هلا معك، يعني شيء ما بتخيله عقل. يعني بهداك الوقت شو بدك تفكر انت؟ بدك تفكر كيف بدك هذا بس يهرب يوصل لعندك لتحميه، مش اكثر من هيك. بدك تنقذ هالاطفال هيدي اللي كانت يعني عم تنقتل كانها، يعني حتى الحيوان ما بتقتلوه بهالطريقه، مش مشروع تقتل اي كائن حي يعني بهالطريقه هيدي. طيب يعني نحن بهذا الموضوع حميناهم انسانيا وتعطينا بالموضوع انسانيا لا اكثر ولا اقل. موضوع التوطين مرفوض من كل الفئات اللبنانيه، ما حدا منا بيقبله ولا السوري حتى بيقبله. انا كان الجريح السوري يوصل لعندي يفوت على المستشفى ولسه بده 4-5 ايام نقاهة دغري، هو في من البنج بده يرجع دغري على ضيعته، نقعد نهديه. هيدي الروح الوطنية الموجودة عند الشعب السوري وعند اخواننا السوريين، انا ما بحب سمي لا لاجئ ولا نازح ولا الى اخره، بحب سميهم اخوان، بحب سميهم ضيوف. حقيقة هيدي الروح الوطنية هيدي اللي انا شفتها عندهم هي رائعة. أتمنى أن لا تموت. أتمنى من المجتمع الدولي أنه يشتغل على يعني وضع حد للحرب بسوريا، حد نهائي للحرب بسوريا. وبدل ما نحن نقعد عم نجدل بين بعضنا اليوم نحن كلبنانيين وسوريين كأنه المشكلة مع اللبناني. مشكلة السوري ما أنا مع اللبناني، مشكلة السوري مع نظامه. نظامه اللي اغتالني 30 سنة. نظامه اللي اغتال رفيق الحريري. نظامه اللي اغتال شهداء ثورة الأرز. نظامه اللي سرق لبنان، اللي نهب لبنان، اللي دمر لبنان. ما في مدينة بلبنان إلا ما دمر جزء منها، بلش فيها من طرابلس لتوصل لصيدا لزحلة. مشكلته مع هالنظام هيدا. مشكلة دول العالم، المجتمع المدني الدولي والأمم المتحدة ما أنا مع اللبناني بقبول توطين الإخوان السوريين ضيوفنا وأهلنا،
مشكلته بانه المفروض يطلع يقول كل يوم ويحمل مسؤوليه للشخص اللي عم يهجره، للنظام اللي عم يهجره. مش مشكلته مع النظام اللبناني اللي عم يحاول يقدم خدماته لشعبه. ما في حدا بيقدر لمدة 6-7 سنين يكون قادر يقوم بواجباته مثل ما هلا عم نقوم نحن بواجباتنا ل 37% زيادة عن شعبه. نحن شفنا كل اوروبا اخذوا مليون، فات عليهم مليون يعني لاجئ سوري. شفت يعني حتى الحكومات حتفرض باوروبا، رغم اتساع اوروبا عنده 350 مليون نسمة، نحن 4 ملايين يعني حملين مليونين، هن حملوا مليون وشفت شو صار، ان كان ب يعني بالمانيا، ان كان باليونان، ان كان بكل الدول الاوروبيه عمليا بدون ما نسمي يعني. فاليوم عم نيجي نحن نحكي بهذا الموضوع ونقول يا شباب تعوا تحملوا كل هالعبء هذا كانه شيء عادي. يعني هو المشكله مش عند الدوله اللبنانيه، شيء ما بيتخيلوا عقل. ما في بالكون ولا دوله بالكون قدرت تستوعب عدد لاجئين نسبة لعدد السكان تبعين الأصليين. ما في دولة بالكون سمولي إذا. ولكن عم نحكي عن المجتمع الدولي اليوم، شو قدم وشو يعني عم نشوف عم بيخفض هالمساعدات، عم بيخفض البرامج الدعم للدولة اللبنانية تساعد. هذا خليني أقول لك شغلة، هذا حقيقة شغلة يعني الإخوان السوريين، هني بقول لك بكل صراحة متخاذلين على حقوق، متخاذلين على مطالبة المجتمع الدولي بإيقاف هذه الحرب. هذا المجتمع الدولي اللي طوش راسنا وهو يقول الحرية وحقوق الإنسان، ما هي؟ هو المشكلة وكل المبادئ الإنسانية اللي أتحفونا فيها خلال سقطت يعني القرن الماضي بقاء بشار الأسد. فنحن شفنا أنه اليوم مئات الألاف من الشعب السوري يقتل وبدون أن يرف شفن لأحد بهذا الموضوع. لكن خليني أقول لك شغلي، أنا وين المثقفين؟ وين أصحاب العلم؟ وين السوريين يطالبوا؟ وين اللي ينزلوا على الطرقات بدول العالم؟ يعني مع الوزير شفنا مطرح المطرح ما في قوة كبرى. يعني المجتمع الدولي ليش ما بيطلعوا؟ أنا اليوم الشعب السوري مش لازم يطلع من الشوارع بهالمدن هيدي بهالمناطق هيدي قدام الأمم المتحدة بنيويورك. لازم ينعمل شيء بهذا الموضوع من قبل الشعب السوري، وأكيد كل شعوب العالم حتسندهم. كل شعوب العالم حتسندهم بدون ما يعملوا فوضى بأي مكان. بالعكس مفروض يكون اليوم في 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 إذا بدك هيئة تابعة لألون وقاعدة حدا منهم بوزارة خارجية كل دولة من دول العالم المؤثرة بهذا الموضوع. هذا الكلام ما عم نشوفه. ظاهر المجتمع الدولي الظاهر ما يعني تخاذل التهيو بخلافاتهم، حتى حلب يلي دمرت وهجر سكانها، التهيو بخلافاتهم وبي يعني ما يسمى السلطة بهذا الموضوع. ولا أنزه نفسي، نحن مش أحسن منهم يعني، بس ولكن بس نلتهي بخلافاتنا الداخلية ونوصل لهون وشعبنا عم يقتل، حقيقة شيء مخزي ومعيب. يعني ما تتخيل أنا الشعور اللي أنا بشعره بهذا الأمر. نحن اليوم عم نشوف أنه ما حدا معبر أساسا المعارضة السورية. ليه؟ لأنه منا موحدة، صار كل واحد منهم مصر على موقفه وبده ينفذ اللي هو شايفه. ما حدا بده يعني يلتقى بالنص ونقول نحن بدنا نلتقي بالنص ونتغاضى عن بعض الأمور. لو وصلنا للي نحن وصلنا له زي ما تفضلت، شو الهدف من إسقاط حلب؟ في شيء غير قتل المدنيين؟ ما كان فيهم يحاصروا حلب؟ ما كان فيهم يحاصروا حلب بالماء وبالأكل واللي بدك إياه بدون هالدمار وهالقتل وهالمجازر اللي ارتكبت؟ ما كان فيهم بالقليل يعملوا لهم يعني بعد هالحصار هيدا انه اللي بيحب يطلع يأمنوا لهم ملجأ امن؟ وين هو الشعب السوري يطلع يعرض قضيته هيك قدام الناس بهذا الموضوع؟ وين هو يحمل مسؤوليه لهيدول الامور بالشكل الكافي؟ نكتفي ببعض المقابلات التلفزيونيه مثل اللي عم نحن هلا عم نحكي فيها، وانه عملنا نحن واجبنا. هذا الكلام ما بيمشي الحال. المذكرات، أنا بتمنى أشوف كل جمعة مذكرة بعتت لأمين عام الأمم المتحدة بتذكر بحقوق السوري وبحقه بأنه يرجع على أرضه.
الشعب السوري اليوم شو ذنبه؟ الشعب اللي يقتل، اللي صار عم يبحث عن لحم يقول لك متعايشه، الشعب اللي عم بيطلع بسوريا، القنابل والطيران الروسي، حزب الله والميليشيات الإيرانية وغيرها، يعني هذا وين بدنا نحمله مسؤولية يروح يطالب؟ يعني هذا عم بيتخبى من مكان لآخر. انت عم حتى تحكيني بالخارج، يعني اليوم عم بيبحث عن لك متعايشه، يعني الشعب السوري صار مشتت. طب بدي اسالك انا سؤال، مين مسؤول عن الشعب السوري؟ يعني اقله في بعض القيادات. عم بسالك سؤال انا، معناتها انت عم تقول لي بدك رئيس يعني للشعب السوري غير بس في مجتمع دول اليوم كمان متخاذل جدا. الله يرضى عليك، اسمعني شوي. انت اليوم عم تقول لي بالحكي اللي عم تفضل تقوله انه الشعب السوري ما قادر يقود نفسه. الشعب السوري مش لازم حدا يقبل يحكي باسمه، المفروض هو يقود كل شيء بده يكون موجود. طبعا شو اذا ما في قدامه يحارب، الشعب السوري اعزل، الشعب السوري غير مسلح. الشعب السوري يعني من اطيب الشعوب. بس ولكن كمان الشعب السوري مثقف ومتعلم وعنده قيادات وعنده امكانيات هائله. وعنده امكانيات هائله. هالقيادات هيدي اتمنى منه من خلال يعني هالتلفزيون الكريم انه يقوم بشيء مدني وبشيء خيي بالقليل يحافظ يعني بالقليل على الاندفاع ويعني يجلب لعنده عطف كل دول العالم. يا عمي المعقوله حلب يصير فيها اللي صار فيها والاف القتلى بدون ان يعرف جفن من احد؟ مش بس من المجتمع الدولي، حتى من السوري ذاته، يعني حتى من السوري وعملوا حتى من السوري ذاته. ما تقول لي انه والله بقى ملتهب لقمه عيشه. اذا القصه قصه اكل وشرب خلص ماشي الحال، قاعدين بالمخيمات وخليهم عم ياكلوا ويشربوا اذا هيك. اما اذا قصه وطن بدي اجي انا استرجعه وحمل النظام اللي عمل هالاجرام هيدا كله سوا، بدي اقوم بشغلي، انا بدي اقوم انا كشعب سوري بدي اقوم بواجبي بهذا الموضوع. ما فيني انا اكون قاعد هالقد مش فارقة معي، ما بصير. أنا بعرف في جهود جبارة يكون فيها الشعب السوري ومنظمات كبيرة وعم يشتغلوا بشكل إنساني إلى آخره، بس ولكن على مستوى أمم متحدة وعلى مستوى دول العالم ووزارة الخارجية أنا بعتقد عنده القدرة بهذا الموضوع، قادرين يعملوا كل هالعملية هيدي، ما عنده مشكلة بهذا الموضوع. ولكن في أمور في خلافات يجب تجاوزها، كيف ليش تفاصيلها أنا ما يعني ما حقدر أفهمها، بس ولكن ما أنا أكيد ما بتبرر التخاذل أو الوضع اللي نحن موجودين فيه. صحيح، يعني هون بدي أنتقل كمان معك لموضوع المناطق الآمنة اللي حكى الرئيس الأمريكي عن احتمال إنشاء بعض المناطق الآمنة في الداخل السوري، كذلك الأتراك حكوا عن هالموضوع. في حال إنشاء هذه المناطق، هل مطروح أو إعادة اللاجئين السوريين في لبنان إلى هذه المناطق؟ وكمان كنا سمعنا على هالموضوع تحديدا عدة آراء لبنانيين تطالب بإعادتهم للداخل، ولكن ما احنا حكي عن ضمانات في إعادتهم للداخل السوري. أنا أشجع الشعب السوري، أنا أشجع الشعب السوري على الحفاظ على وطنه بشتى الوسائل، بشتى الوسائل ومهما كانت الضريبة. لكن أنا كلبناني ما بقدر أقول له روح على مكان ما بعرف إذا آمن ولا منو آمن، هو بده يقرر، هو بده يقرر، مش أنا بدي أقرر عنه. إذا في حدا بيحكي باسمه يقولوا فلان بيحكي باسمنا هو بيقرر مين بده يروح ولا ما بده يروح. ما هو مش إذا كان هو بيعتبر المناطق الأمنة هي مطارح يعني لازم يروح عليها، خلي هو يقرر. أنا اليوم ما بقدر أتحمل مسؤولية دمه بهذا الموضوع. يعني أنت آخر النهار مش مفروض من الحكومة اللبنانية إنه تقوم بعمل إبعاد السوري من لبنان إلى أي منطقة يعني كادت في سوريا. إذا كان حدا بده يعمل هالعملية هني بس مخولين يعملوا هالعملية هني الأمم المتحدة. يعني الدولة اللبنانية كدولة حتكون حازمة هالموضوع حماية اللاجئين السوريين في لبنان وعدم إجبارهم على الانتقال إلى مناطق أخرى سيد الكريم دون ما يكون في ضمانات. سيد الكريم لمعلوماتك وزير الداخلية أستاذ نهاد المشنوق، أنا شخصيا بعدة مطارح تم إبعاد بعض الإخوان السوريين ووضعهم على الحدود بما يعرضهم هذا الأمر من ارتكابات من قبل النظام السوري بمجرد أن علم وزير الداخلية. وهلأ من هون نوجه له الشكر والتحية والتقدير للعمل اللي عمله، استرجعهم فورا من الحدود، عاقب العناصر والضباط وأعاد كرر تعليمات بمنع يعني ارسال احد الى يعني خارج الحدود اللبنانيه. فيعني نحن بدنا نحكي بالاقوال
ولكن الأفعال هي مين عم يتسلم اليوم دخلك، مين عم يبعد إلى سوريا؟ يعني كلنا بنعرف إنه هذا الموضوع منه مطروح، يعني هذا الموضوع، هذا الموضوع غير يعني ممنوع، مش مطروح، ممنوع أساسا، ممنوع. أنت بهذا الموضوع ممنوع منعا باتا، ويمنع على أي عنصر رسمي أبعاد أي شخص سوري إلى خارج الحدود اللبنانية، ممنوع. يعني حكى ونقل عن وزير الداخلية نهاد مشنوق بمكان ما أنه عم بيكون بتنسيق مع القيادات السورية بأطر يعني مباشرة أو غير هذا مباشرة. هذا الكلام كاذب. خليني أقول لك، ما بدي أقول لك مش صحيح، بدي أقول لك إياه هيك، كاذب كاذب. وهذا يعني مردود على اللي قاله، يعني ما رح نشهد تنسيق مع النظام السوري حول أي أمر يتعلق باللاجئين السوريين في لبنان. خليني أقول لك شغلي، أنا خلي الأمور يعني مثل بيقولوا من خلال الأمم المتحدة. في اليوم أمم المتحدة ترعى هذا الموضوع، وهي قادرة على تحديد كل المناطق الأمنية أو منا أمنية، وإذا هي بتقدر تحميها ولا بتقدر تحميها. ونحن كلبنانيين نحن عم نقوم بواجبنا على أراضينا اللبنانية، وتعاطينا نحن بكل هالأمور هيدي من الزاوية الإنسانية البحتة بدون أن نتدخل بأي شؤون سورية. قرار الشعب السوري بالسياسة كيف وليش أي شيء يريدون أن يكون في هذا قرارهم الشخصي، وليس قرار يعني الحكومة اللبنانية أو اللبنانية بشكل عام. لن نتدخل ولم نتدخل بهذا الشأن بيوم من الأيام. وهذا الموضوع إذا كان من أحد ممكن أن يتدخل فيه، بنعتبر نحن أنه هن هيئة الأمم المتحدة فقط لا غير. يعني هيئة الأمم المتحدة وخيار أي شخص سوري أن يعود ويرجع إلى بلاده خياره، مش خيارنا، هو يعني بيقرر بهذا الموضوع. طيب بدي اتطرق بعد لموضوع مخيمات عرسال. يعني موضوع مخيمات عرسال هي وضع استثنائي كليا عن باقي المخيمات، لناحيه اولا الطبيعه الوعره والجبليه بالمنطقه، ثانيا كثافتهم ووجودهم بين يعني من ميله بين تحديد تهديد داعش، ومن ميله ثانيه معزولين كليا، وحتى ميليشيا حزب الله الثاني حتى عم تقصف وتطلق النار على هيئات الإغاثة اللي طالعه لعندهم. طب كيف ممكن معالجه هالازمه الموجوده فيها؟ يعني كيف ممكن تعالجها؟ هو بالشكل اللي عم تشوفه، عم نحاول نعالج بهذا الموضوع. موضوع يعني شائك جدا. جيش اللبناني يعني عم ياخذ اذا بدك اجراءات معينه. خليني اقول لك معلومه، يعني من كم اسبوع يعني عرفت انه الجيش اللبناني يعني صار عم يسهل اكثر دخول المساعدات الى المخيمات اللي خارج الحدود اللي تعتبر امنه، يعني على الحدود، مش الحدود اللبنانية، لا حدود المخيمات الامنه داخل عرسال الى 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 المخيمات اللي تعتبر هي في جرود. يعني بهذا الموضوع بدنا نتفهم كلنا سوا يعني انه الوضع منه يعني طبيعي. وانت عم تحكي مع جماعه عملوا واشتغلوا بطريقه يعني ضد اللبناني وضد السوري بهذا الموضوع. وشفنا، برجع بكرر لك اللي بلشنا فيه بالحلقه، هجوما على عرسال. هل من المعقول انك انت تفوت على مخفر وتجيب عناصر المخفر اللبنانيين يعني مثل ما بيقولوا تخطف وتقتل هالعناصر هيدي؟ هل معقول انه العرسليين اللي حاولوا الدفاع عن المخفر تقتل احدهم اللي اسمه نسيت اسمه، بن بيت عز الدين بتذكر الشهيد، يعني قتلوه لا لشيء الا لانه حاول انه يقول لهم انه هدول اللبنانيين ما لهم ذنب بهذا الموضوع؟ انا اليوم موقفي كلبناني، هل ممكن يعني انه اقبل بهذا الموضوع؟ إنسانيا يا سيدي، ما بدي أحكي أنا سياديا ولا بدي أحكي عسكريا ولا بدي أحكي بأي شيء، موجودين بقلب مخفر بقلب مدينة عرسال، بتفوت عليهم أنت يعني بطريقة ما وبتفوت بتعمل كل هاللي صار؟ طيب بدنا نشوف أنه كل هالأمور هي منها طبيعية، وبدنا نعرف أنه هالظروف هيدي اللي أحيطت خلال هالفترة هيدي ببلدة عرسال ودت الى الوضع اللي نحن كلنا سوا نحن بنعرفه. انا عم وصف جزء من اللي من القصه، لكن خليني كمان بنفس الوقت انا اقول واعترف بانه كل هذا سببه تدخل حزب الله بسوريا. حزب الله اللي احتل القصير واللي احتل الالمون والزبداني وكل المناطق الحدوديه، واللي هجر هالناس هذول كلهم سوا وجمعهم وين؟ من مخيمات.
أنا إذا بدي أعالج هذا الموضوع، أهم علاج هو واحد منهم انسحاب حزب الله من هالمناطق هذه ليرجعوا على بيوتهم، وحصر المشكلة في سوريا، أوكي، وبالتالي الأمور بتنحل. لكن حتى الآن تعرف أنت بهذا الموضوع، حتى الآن ما في تجاوب بهذا الموضوع، وهذا الموضوع منه لبناني، هذا الموضوع معروف أنه في يعني يديره يعني النظام الإيراني بهذا الموضوع، حتى أنه هذا القرار منه قرار حزب الله من لبنان، هذا قرار خارجي إذا بدك بهذا الموضوع، ومن الصعوبة بمكان نحن عم نحاول نخفف من تداعيات هالأمور هيدي. الأمر الثاني اللي بدي أقوله أنا بعتقد صرنا بختام الحلقة، أنه نحن نركز على النظام اللي هجر، نركز على النظام اللي قتل، نركز على النظام اللي دمر. هي أزمة النزوح الموجودة هون هي مش الحق على الدول المضيفة، مش الحق علينا، الحق على النظام. اليوم العالم مع الأسف يعني عم يشوف أنه المشكلة عند الدول المضيفة. لا يا حبيبي، الموضوع هو عند هذا النظام اللي ودى لهون، عند كل الأطراف اللي إجت عم تحارب بسوريا وأدت إلى نزوح يعني هالبشر اللي الملايين اللي نزحت يعني مع الوزير نزحت من 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 منطقتها. دور الإعلام اليوم يفرجي إنه القصة ما نقصت إنه يعني النظام اللبناني أو النظام الأردني ولا التركي شو عم يعمل. هاي إمكانياتنا، نحن عم نشتغل ونحن مديونين. يعني أنا عم بتدين لطعمي إذا بدك، عم بتدين لحتى أقدر خليه يعيش بطريقة مقبولة مثل ما هي هو واللبناني. يعني ما بعتقد إنه اللبناني الدولة اللبنانية مثلاً عم تعطيه أكثر ما عم تعطي السوري حتى إذا بدك. صحيح، الحرمين طايل الجميع. خليني أقول لك شغلي من خلال هالمقابلة هي، بتوجه أنا حقيقة لكل مين سعد أخ من الأخوان السوريين، واللي كل مين عمل ومشتغل وناضل حقيقة من أجل تخفيف آلام ومنع قتل وإيواء لأخواننا السوريين في لبنان وكل الدول المضيفة. أثبتت هالدول المضيفة وخاصة لبنان، وخاصة خلينا نقول منطقة عكار وعرسال، أنه هني الأكرم وهني يعني أكثر ناس إنسانيين في العالم. استقبلوا ناس ما بيعرفوهم كليا في منازلهم وفي بيوتهم، قدموا الغالي والنفيس، يتحملون الآن شظف عيش، يتقاسمون هني وياهم شظف العيش يعني المدقع إذا بدك بهالمناطق هذه. فتحية لألون وتحية للشعب السوري كله سوا. يعني ومع هالتحية نحن نشكر لقائنا معك معالي الوزير، يعني ونتمنى لك التوفيق بالخطة الجديدة. مشاهدينا الكرام، شكرا على المتابعة.